أستاذ إدريس من لبنان، وأخيرا انتفضت الشعوب على الدكتاتورية في الدول العربية بما يسمى ربيع العربي، وكلنا في قمة السعادة، وفجأة ظهرت مجموعة متطرفة التي تدعي بالإسلام تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية ومنها دولة تركيا للأسف الشديد. وأصبح هذا الربيع العربي كابوس مدمر للأمة، وأتمنى أن يأتي لنا صيف ربيعي مطمئن، لأنه لا نعرف ماذا نقول في هذه الأيام الصعبة. شكرا جزيلا للجميع.